الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيدات والسادة الحضور. من قبل مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، لم تفقد هذه المبادرة شيئا من فعاليتها واكتسبت برامج المرحلتين الأولى والثانية لصيانة الكرامة وتحسين ظروف العيش من خلال برنامجين: برنامج تدرب الخصائص على مستوى البنية التحتية والخدمات الأساسية والاجتماعية، وبرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية الهشاشة. أما الهدف الثاني فيتركز على بناء المستقبل للتصدي المباشر للمعيقات الأساسية التي تعترض التنمية البشرية للفرد طيلة مراحل حياته من خلال برنامجين: برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي، وبرنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة. وحفظه في ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد أسره بشقيقه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير الرشيد مولاي الرشيد وباقي أفراد أسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزيلا والطاقم ديال الاعلام اللي دائما حاضر ودائما موجود معنا، وبغينا منكم الله يخليكم هذا الشيء اللي شفتوه نبيعوه على اكبر مستوى باش يستافدوا اكبر عدد ممكن من مولداتنا وبنياتنا ان شاء الله بحول الله. وراه ما كاينش فرق ما بين يعني عنده ديبلوم ولا ما عنده شيء، قاري ولا ما قاري شيء، كل شيء راه مرحبا به. تبارك الله عليكم، الله الموفق، الله يعطيكم الصحه. شكرا جزيلا. الدكتور توفيق الحلو، رئيس جمعيه سند الأمل الاجتماعية. اليوم تحصلنا الشرف أنه تنحتفلوا بالذكرى 17 ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
تنحتفلوا كذلك بالشطر الثالث من هذا المبادرة اللي تتركز على طبعا بالإضافة للأمور الأخرى اللي كانت تقوم بها تتركز على تشغيل ديال الشباب وتحسين ظروف اشتغال ديال الشباب والمقاولات إلى آخره. فجمعية سند وكل لها من طرف السيد العامل اللي هو رئيس اللجنة ديال المبادرة التنمية البشرية اللجنة الإقليمية وكل لنا مهمة تدبير المنصات الثلاث. كنت تعرفوا كاين في قنيطرة ثلاثة ديال المنصات، وحدة في سوق الأربع تنهضر على الإقليم، وحدة في المدينة ديال قنيطرة، وحدة في البشوية ديال سيدي الطيبي. فالدور ديالنا احنا كجمعية سند هو استقبال الشباب اللي هو من 18 سنة حتى ال 45 سنة، الشباب اللي عندهم طموح باش يخلقوا مقاولات ديالهم او لا باش يشتغلوا. وإحنا الدور ديالنا إذن الاستقبال ديال هاد الناس هادو والتوجيه ديالهم لإحدى الجمعيات اللي هي مختصة. فكاين طبعا جمعية مختصة في التشغيل تيواكبوا الشباب اللي باغي يشتغل، يا اما تيعلموهم كيفاش يديروا لي سي في ديالهم الى اخره، وتيتواصلوا اللي يقوموا بالوساطه مع بعض الشركات اللي يمكن لها تشغلهم. كذلك بالنسبه للشباب اللي باغي يخلق المقاوله ديالو تيكون التاطير ديالهم والتكوين ديالهم كيفاش يشتغلوا، كيفاش يديروا بيزنس بلان، كيفاش نعطيوهم كيفاش يعني الآليات باش يكون النجاح ديال المقاولة اللي غادي ينشؤوا. طبعا هذا المهمة هذه تقوموا بها جوج ديال الجمعيات في كل منصة، من غير الجمعية ديال سند اللي هي تقوم بالتدبير ديال المنصة، كاين المنصة ديال التشغيل وكاين المنصة ديال المقاولة. هاد الامورات يعني الحمد لله دابا كاين واحد العدد الشباب اللي استفدوا من هاد الشيء هذا، وباقي تنبغيو على انه الشباب اخرين يلتجؤوا لهاد المنصات لان فيهم الخير الكثير، فيهم اقبال اللي غادي يمكن يخفف من البطاله، يمكن يعاون هاد الشباب خاصه منهم اللي حاملين مشاريع او الافكار اللي خصهم اللي يساعدهم باش طبعا منين تيدوزوا هاد الشباب في هاد المنصات هادو، يا اما يتم التشغيل ديالهم او الوساطه او على الاقل اعطيهم الاليات باش يوجدوا نفسهم للتشغيل، يا اما يدفعوا الملفات ديالهم للمبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي تيمكن لها تمول هاد المشاريع الصغرى. حتى بالنسبه للشباب اللي عندهم مقاولات ولكن ذاك المقاوله عندها اقل من عام، راه حتى هما عندهم الحق باش يستافدوا من هاد المنصات هادو. طبعا هاد الشيء هذا مدير في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. هاد المبادره طبعا اللي رجعت بالنفع الكبير على عدد ديال الفئات المستهدفه. ودابا عندنا هاد القضيه ديال الشباب، فتنشكروا صاحب الجلاله على هاد المبادره الطيبه، تنشكر كذلك اللجنة وعلى اللجنة ديال المبادرة الوطنية الإقليمية وخاصة السيد العامل اللي تيرأسها، واحد العمل جبار باش يواكب هاد الشباب وباش يواكب الناس اللي مكلفين بهاد المنصات.